ضربة الركنية الأولى. شوفوا الثلاثة اللي متقدمين، طبعا كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس وقته، والضربة الركنية لعبت جول جول، عملها العملاق سيرخيو راموس، عملها العملاق سيرخيو راموس في أليانز أرينا، وبالتالي وسجل الهدف. هم تقدموا وهو جاك من الدفاع وتقدم إلى الأمام، ومباشرة الضربة الركنية الأولى راح تولع يا الربع. والله يا جماعة الخير في كل مكان، مشاهدي في إن سبورت في كل مكان، لا تروحون خلكم ويانا، لاحظ الرأسية كأنها تسديدة، كأنها تسديدة بالقدم وليست بالرأس، لأنها ملعوبة عالية البست عدل على رأس سيرخيو راموس، وبالتالي سيرخيو راموس ينشر الفرح في مدريد ويسجل هنا في مرمى نوير كما فعل كريم بنزيما عند الدقيقة 19 في مدريد. لكن والله الحين الجول قبل حوالي 4 دقائق من هدف كريم بنزيما في سانتياغو برنابيو 1-0، وفي أليانز أرينا 1-0. ايش يبي الفريق الملكي في وقت مثالي في سانتياغو برنابيو وليس في أليانز أرينا؟ يدوج ريال مدريد مثلا هدفه بهدف اخر، ممكن يعملونها ترى، ممكن قادرين على ذلك، لان الفريق الملكي في افضل حالاته في هذه الايام. تاتي الضربه الحره المباشره، والله يمكن 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 الفريق الملكي لانها في غايه الخطوره، وصلت جول جول جول، يا الله يا الله، ما الذي يفعله سيرخيو راموس في أليانز أرينا؟ ما الذي يفعله؟ شوف سامي خضيره وشوف الانصار ومشجعي ريال مدريد، ما الذي يفعله سيرخيو راموس في نوير وفي بايرن ميونخ وفي ميونخ؟ الهدف الرأسي الثاني، شوف دي ماريا تقدم، دي ماريا هو الرأسية لابسة عدل اليوم مع سيرخيو راموس تقريبا في نفس المكان. الرابع راح مع كريستيانو رونالدو، خلوا راموس بنفسه، وراموس ينطلق الآن ويأتي بهدف ثاني، رأسية تأتي بالهدف الثاني، وضعية مثالية. لاحظ معاي الرأسية الرائعة من الرائع سيرخيو راموس الذي يصل الآن بأهدافه إلى الهدف رقم 5 في دوري الأبطال، قمة الإثارة. شوف اللي صار، اللي جرى، شنو اللي جرى، شنو اللي صار في الدقائق ال20؟ لعب ريال مدريد مباشرة، شوف 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 هني خطورة المباراة، لأنه ممكن يتم الثالث. شوف الكرات الخطيرة، إذا أعطاكو يتقدم غير الثالث، أعطاكو جول 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 جول، الكارثة تحدث فيه. الهدف الرأسي الثاني، شوف دي ماريا تقدم، دي ماريا هو الرأسية لابسة عدل اليوم مع سيرخيو راموس تقريبا في نفس المكان. الرابع راح مع كريستيانو رونالدو، خلوا راموس بنفسه، وراموس ينطلق الآن ويأتي بهدف ثاني، رأسية تأتي بالهدف الثاني، وضعية مثالية. لاحظ معاي الرأسية الرائعة من الرائع سيرخيو راموس الذي يصل الآن بأهدافه إلى الهدف رقم 5 في دوري الأبطال، قمة الإثارة. شوف اللي صار، اللي جرى، شنو اللي جرى، شنو اللي صار في الدقائق ال20؟ لعب ريال مدريد مباشرة، شوف 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 هني خطورة المباراة، لأنه ممكن يتم الثالث. شوف الكرة الخطيرة، إذا أعطاكو يتقدم غير الثالث، أعطاكو جول 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 جول، الكارثة تحدث في ملعب أليانز أرينا. يا أخي والله التوقع لا أعلم، العلم عند صاحب العلم، ولكن السوالف اللي كنت أسولفها من صعوبة المباراة لبايرن ميونخ تحدث وتصير أمامك، اترك المساحات خالية من جاريث بيل الرائعة، من جاريث بيل مباشرة إلى كريستيانو. شوف 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 عملية التفاهم والمساحات اللي تركوها مباشرة من كريم بنزيما إلى جاريث بيل، جاريث بيل مباشرة، طبعا أكيد ما في تسلل، على طول كريستيانو رونالدو يضرب الرقم القياسي ويسجل الهدف الرقم 15 له في هذا الموسم، يكون اللاعب الأول والوحيد اللي سجل 15 هدف. لكن شوف العمل الحلو الجميل الرائع، كرة القدم الحقيقية الجميلة